أهلا وسهلا بيكم في أول محاضراتنا إن شاء الله في مجال التثقيف للإرشاد السياحي. معاكم دلوقتي دقيقة واحدة. تمام. مع حضراتكم دلوقتي مروان محمد سيد، حاصل على ليسانس آثار مصرية من كلية آثار جامعة القاهرة سنة 95، وحاصل على دبلومة الإرشاد السياحي من جامعة اسكندرية كلية سياحة وفنادق سنة 2004. النهاردة احنا هنتكلم عن زي ما هو عنوان المحاضرة معروف، اللي هو المرشد السياحي الناجح في عهد السياحة أو في زمن السياحة الإلكترونية. طيب، في نقطة مهمة لازم نتكلم عنها، ألا وهي في زمن الإنترنت والمعلومات المتاحة أونلاين، إيه اللي يخلي سايح جاي من بره أوريدي هو ممكن يكون قرا كل حاجة هو عايز يعرفها عن مصر وعن الهرم وعن أبو الهول، إيه اللي هيحتاجه من المرشد السياحي؟ في الحقيقة إن العنصر البشري عنصر لا غنى عنه في المنظومة السياحية، فعشان كده مهم جدا إن وجود المرشد السياحي مع السائح. بمعنى إن أنا حتى أنا لو أنا مرشد سياحي وضليع في الإرشاد وبقالي 20 سنة بس الأول مرة في حياتي هزور مكان، نقول مثلا واحد سيوة، على اعتبار إن مش كل المرشدين متاح ليهم إن هم يروحوا واحد سيوة، لو أنا أول مرة هروح واحد سيوة وأنا مرشد سياحي متمرس في كل ربوع مصر، هبقى ماشي متلخبط شوية، هبقى ماشي يعني إيه مقلق بمعنى أصح. لكن عشان كده السايح اللي جاي من بره محتاج حد يكون معاه، حد يقول له مثلا تعالى، لا الهرم مثلا الناحية دي في مكان متاح أحسن، الحمام من الناحية دي، لا الزاوية التصوير هنا، طب تعالى اشرح لك النقطة دي، الهرم حصل مثلا الفتحة دي اتعملت إزاي. فالعنصر البشري او المرشد السياحي لا غنى عنه حتى مع وجود الانترنت حاليا في المنظومه السياحيه. زي ما الناس كلها بتقول، المرشد السياحي هو سفير داخل بلده. الانطباع العام عن مصر والمصريين بيبقى 60% من خلال المرشد، 20% من خلال الفندق، و20% من خلال المواصلات. بمعنى ان الانطباع عن الفندق وعن المواصلات مش قد كده، بس ال 60% بتوع المرشد بيرفكت، يبقى الانطباع العام عن مصر بيرفكت. لو هو الفندق بتاعه 5 نجوم وشايف ان المواصلات لذيذه، لكن للاسف المرشد اللي معاه للاسف مش قد كده، فللاسف الانطباع العام عن مصر كلها اللي اكتسبه من خلال علاقته بالمرشد للأسف مش هيبقى حلو. عشان كده المرشد يمكن أهم فرد في منظومة الإرشاد السياحي، مع احترام الناس اللي شغالة مثلا في الأوبريشن اللي ممكن هم يكونوا بيعملوا الحجوزات والكلام ده، لكن هو في الأول والآخر هو الشخص اللي قاعد ورا المكتب، الشخص اللي بيتفاعل مع السايح بنسبة 100% أو نقول 90% بيكون المرشد. فالمرشد هو اللي بيدي الانطباع الأكبر عن مصر وعن المصريين للسائح اللي بيزور مصر. في مقولة بالبلدي كده زي ما انتم شايفينها بتقول ايه في مجال السياحة عموما، الأهم من الشغل تظبيط الشغل. أي حد بيشتغل في مجال السياحة عارف المقولة دي، لأن رغم ان الفكرة ان انا هقف قدام الهرم اتكلم مثلا 5 دقائق 10 دقائق، يمكن الكلام اللي انا هتكلمه عن الهرم دون يمكن يجي ثالث او رابع مرحله او اولويه من بعد 3 حاجات او 4 حاجات او 5 حاجات مهمه قبل الشرح. قبل الشرح في حاجات مهمه لازم انا كمرشد اكون واخد بالي منها، يعني هنشوف ايه المتاح دلوقتي. معلش يا جماعه، انا اللي انا هتكلم فيه دلوقتي او معظم اللي هتكلم فيه، لو انت مرشد واشتغلت ارشاد هتقول هو
مروان بيتكلم في الحاجات دي ليه؟ دي الحاجات دي بديهيات، بس صدقوني انا بتكلم عنها للناس اللي لسه هتشتغل جديد والطلبة، عشان انا بشوف الحاجات دي وغيري بيشوف الحاجات دي، وهي المفروض بديهيات بس للاسف بنشوفها من واقع تعاملنا في مجال الارشاد السياحي. اول معلومه، اول يعني حاجه هي النظافه من الايمان، النظافه من الايمان، النظافه من الايمان. ممكن اقعد اقول الكلمه دي لبكره الصبح وبتحصل للاسف يا جماعه. لازم اكون عامل حسابي ان انا بدي ايمج، انا بدي يعني انا بالظبط زي كاني رايح اعمل انترفيو، انا رايح اعمل انترفيو في شركه، فالسايح اللي قدامي بيقيمني بناء على المظهر الخارجي اول حاجه، لان هو بيقول المثل بيقوله ايه، لان الانطباعات الاولى تدوم. فهو الانطباع دوم، لو حلو من مجرد هيئتي كده وانا داخل عليه فالانطباع هيبقى حلو. فاهم حاجه ان الواحد يهتم بنظافته الشخصيه. طبعا كل مسؤول دي حاجه بديهيه يا جماعه، في بعض الاحيان هي ما بتبقاش، او بعض الناس للاسف يعني مش عايز اتكلم كتير في الموضوع ده، بس انتوا فهمتوا يعني الفكره. النظافه من الايمان والسجاير من الشيطان. انا اسف برضو ان انا اتكلم في الموضوع ده، بس زي ما انا بكرر فكره الايمج، فكره ان انا ما ينفعش ان انا، وللاسف بشوفها كتير يومي، سواء في الهرم ولا في القاهره ولا في حديقه المتحف. الحمد لله ان داخل الاماكن المغلقه زي المتاحف مفيش تدخين، بس للاسف مرشدين كبار بيكونوا واقفين بيشرحوا، واقفين قدام الهرم او قدام ابو الهول بيشرح، يعني مع احترام الشديد لكل الناس اللي بتشرب سجاير والمرشدين اللي بيشربوا سجاير، ربنا يعافيكم يا رب من هذه العادة القميئة، بس لو سمحت وحضرتك بتشرح للمجموعة او حتى حتى لو هو بيشرب سجاير، يعني هو لو الفرد اللي معاك ده حتى لو هو بيشرب سجاير، لو سمحت ما يصحش ان انت تكون واقف قدامه وعمال تشرب سجاير وبتشرح. ودي للاسف انا شفتها بشوفها كل يوم في زياراتي للهرم او في اي لاي مكان. فيا ريت ناخد بالنا من الحاجات دي. دلوقتي احنا هنيجي للحاجات بقى ايه، حاجات برضو دي مهمه جدا قبل ما نقابل العميل. قبل ما نقابل العميل اهم حاجه لازم ناخد بالنا من التوقيت. انا لو معادي مع العميل سواء في الفندق او في مكان ما، لو انا معادي مع الساعه 8 لازم اكون عامل حسابي انا من نفسي ان اكون هناك الساعه 7:30. احنا عارفين المواصلات في القاهره بتبقى عامله ازاي، انا هكون حاطط رينج لنفسي ان انا هكون هناك الساعه 7:30، ان حتى لو حصل تاخير من عندي اوصل 8:15، 8:10، 8:05، بس ما ينفعش يكون معادي 8 واوصل 8 او اوصل 8:05. لازم 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 استاذنكم معلش، لازم اكون عامل حسابي ان انا اكون مظبط نفسي ان لو معادي 8 اوصل قبلها بنص ساعه. وفي نقطه مهمه جدا 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 جدا، لان الشركات ممكن تديك تقول لك مثلا ايه، انت بكره معادك الساعه 8 في فندق الماريوت، تمام شكرا انا هروح لفندق الماريوت. بس انهي فندق ماريوت؟ القاهره دلوقتي فيها 3 فندق ماريوت، جي دبليو ماريوت، ماريوت الزمالك، ودلوقتي المين هاوس بقى ماريوت. فلازم نركز في الفنادق اللي هي الخمس نجوم والاربع نجوم اللي ليها اكتر من فندق في القاهره مثلا او في الجيزه او بنتكلم مثلا في اسوان، انا رايح انهي فندق. لازم تتاكد انت رايح انهي فندق، ويا ريت الشركه لما تبعت لك الشغل بتاعك قبلها بيوم او وات ايفر، لو في امكانيه بطريقه تواصل مع العميل تديك رقم تليفونه عشان انت تتواصل معاه الليله اللي قبلها. ليه تتواصل معاه من الليله اللي قبلها؟ لان هي بتحصل يا جماعه كتير جدا جدا جدا، ان العميل يحجز مثلا في شهر يناير رحله في الشتاء، يعني مثلا في الشتاء اللي بعديه في سبتمبر، يجي في الصيف يقرر يكنسل الرحله. الشركه للاسف بينسوا ساعات للاسف انه يعملوا ابديت،
فالشركه تبعت لك تقول لك انت ميعادك مثلا اليوم الفلاني مع الزبون الفلاني في المكان الفلاني. تروح الفندق تستنى العميل 10 دقائق ربع ساعه، تتكلم معاه بالتليفون لو التليفون متاح، يقول لك انا لغيت الرحله دي من حوالي 3 4 شهور، انت ازاي ما تعملكوش ابديت؟ فمنعا للاحراج، لو في امكانيه للتواصل مع العميل قبلها بليله، تواصل معاه قال له انا فلان الفلاني انا المرشد معاك بكره، انا بس بعمل كونفرميشن معاك ان شاء الله بكره هكون مستنيك في اللوبي الساعه 8. مع في تليفون العميل موجود خير وبركه، ما فيش خلاص هنعمل ايه؟ هنروح الفندق وربنا يسهل. طب في حاله التاخير غصب عنك لازم انت برضو يكون معاك تليفون الفندق، اذ ربما لو انت معكش تليفون العميل والظروف اضطرتك، وصدقني الظروف هتضطرك في يوم من الايام، الظروف هتضطرك ان انت تتاخر غصب عنك، ربنا يكفينا شر الدائري والمحور، الظروف هتضطرك ان انت تتاخر، فبسرعه لازم قبل ميعاد التحرك على الاقل بنص ساعه تكلم الفندق الو عايز اكلم العميل الفلاني في غرفته يا ريت. تبقى يعني جستشر او يعني ايه حاجه لطيفه كده ان انت تقول له الو انا المرشد للاسف في مثلا مشكله في الطريق انا هتاخر عليك ربع ساعه. ما تستهونوش يا جماعه بالتاخير، التاخير 5 دقائق يعني توتال فيلير، توتال فيلير في السياحه ان انت تتاخر 5 دقائق على العميل بتاعك، وده بيديه للاسف انطباع وحش من قبل اليوم ما يبتدي، يعني من قبل اليوم ما يبتدي للاسف الانطباع اللي اخده فكره البنكشواليتي او ان هو يكون التوقيت مظبوط بره في اوروبا وامريكا، دي مهمه جدا 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 جدا, جداً، اللي هي البنكشواليتي والادهيرنس بتاعهم. في نقطه كمان مهمه جدا، انا دلوقتي لما باخد المعلومات بتاعه الشغل وادوني رقم السواق، لازم برضو زي ما هحاول اتصل بالعميل الليله اللي قبلها لازم اتصل بالسواق الليله اللي قبلها، الو ازيك يا محمد ازيك يا احمد انا المرشد اللي معاك بكره، ان شاء الله معادنا في التوقيت الفلاني وهقابلك مثلا في المنطقه دي، السواق هيكون جاي لك مثلا من مكان ما فهتقابله، انت ساكن جنب الفندق انا هقابلك مثلا عند الفندق. واهم حاجه برضو دي مهمه جدا، ان انت الصبح اول ما تصحى من النوم الو صباح الخير يا احمد بس بطبق عليك. بتحصل يا جماعه ان السواق بتروح عليك كتير، زي ما انا ممكن معرض ان انا تروح عليا نومه، السواق معرض انه يروح عليه نومه، فاتصل بيه بالليل واتصل بيه الصبح مجرد صباح الخير لكي يطمئن قلبك، صباح الخير هقابلك، عشان ما يحصلش. لان في الاول والاخر عايز اقول حاجه مهمه جدا، المرشد هو الوحيد المسؤول عن الرحلة، بغض النظر عن الأوبريشن، بغض النظر عن السائق، المرشد هو اللي موكل إليه إن الرحلة تكون ناجحة بنسبة 100%، فهو اللي لازم يظبط كل الأطراف اللي بتؤدي إلى إن رحلة العميل تنجح. معلش أنا بس يعني إيه في عجالة كده للتأكيد على كلامي، ده أحد الريفيوهات اللي موجودة على الموقع الشهير اللي اسمه تريب أدفايزر. طبعا انا لو في اسم مرشد طبعا انا بشيله احتراما للمرشد ده، لان مش عيب ان احنا نغلط يا جماعه، مش عيب ان احنا نغلط، بس العيب ان احنا ما نتعلمش من الخطا بتاعنا. فانا بس عندي هايلايت على الاجزاء اللي هي انا اوريدي اتكلمت عنها. يعني هنا على سبيل المثال the tour was due to start at 7 a.m. and the guide turned up at 9 a.m. الله اكبر الله اكبر، عيني عليكي بردة، هي مرشده يعني هم رايحين اسكندريه والمعروف ان اسكندريه التحرك من الفندق الساعه 7، هي ظهرت الساعه 9، الرحله الضرب فيها انفك يا جماعه من قبل ما تبتدي، فالتوقيت يا جماعه. وللاسف واللي ذات وغطى يعني ان هي كمان ايه كانت صريحه جدا، وهي قالت لهم اصل انا كان عندي فرح والفرح طول، شكرا لصراحتك يعني بجد انا ممتن جدا لصراحتك، بس يعني مش لدرجه ان انت تتاخري ساعتين، ويا ريت تقروا الكلام اللي محطوط عليه اندرلاين، وهم رايحين اسكندريه وهم راجعين اسكندريه من اسكندريه كانت نايمه في السكه. يعني كنت غزيب مطوه، انا اسف يعني في اللفظ، كنت غزيب مطوه اسهل يعني ليه كده؟ طب انت طب ما كنت تكملي نوم في البيت
يعني مع احترامي للمرشدة دي، أرجو إن هي تكون اتعلمت من الخطأ ده يعني، بس lack of information offered by the guide، يعني حتى المعلومات اللي أتيحت من خلال المرشدة كانت قليلة جدا 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 يعني، الله يسامحها يعني. فجماعة هو بيبقى attitude، بس زي ما أنا بقول مش عيب إن احنا نتعلم من أخطائنا. تمام. مرايتي، يا مرايتي، اعتقد نجات اللي كانت قالت اللي مش عارف مين بالظبط، بس اعتقد حد يعني كان بيقول كده. انا يا جماعه عارفين انتوا لما انا اروح اول مره مثلا الهرم واقعد اشرح هبقى متلجلج ومش عارف يعني، يعني اول مره رغم ان كده وعمال كده، مش عيب. انا بعمل كده عن نفسي، وعلى فكره اللي انا بقوله لكم دلوقتي ده خامس مره اقوله لاودينس، لجمهور. انا قلته 4 مرات قبل كده للمرايه عشان اتعود انا هقول ايه وهقوله ازاي والاسلوب هيبقى ازاي يوصل بسرعه للي قدامي. فمش عيب يا جماعه ان انا قبل اول مره اشرح فيها حاجه للناس ان انا اقف كده قدام المرايه، مش بقى اقعد اعمل حواجب يعني ان انا اقف قدام المرايه واقعد اقول الشرح اللي المفروض هشرحه لاول مره قدام المرايه، اشوف سرعتي في الاداء ازاي، هتكلم مخارج الالفاظ هتكون خارجه ازاي، وقفتي هتبقى عامله ازاي، اللجلجه مع الوقت هتختفي بالظبط يا جماعه، زي مثلا اللي حاول فينا ان هو يحفظ مثلا سوره من القران الكريم، اول مره هو بيقراها، تاني مره بيقراها، تالت مره بيحاول يفتكرها، بيسمعها غيبا، فهو بيسمعها بيتلجلج، بعد سابع او ثامن مره بيكون حفظها، وتاني يوم بيرجع يحفظها تاني عشان يركز فيها اكتر. فهي بالظبط كده يعني، هو التكرار مع ان انا ابص كده قدام، ابص كده للمرايه، لا ده لازم اكون باصص كده، طب الهرم هيكون هنا، فانا اعمل بايدي كده، مش اعمل بايدي كده لان انا هبص كده الناحيه الثانيه في الفراغ، انا هكون داخل من الزاويه دي. فالتكرار، التكرار في البيت، واقعد اتكلم، اقعد اتكلم مع نفسي كتير عادي، معلش يعني في ناس هتقول طب يعني كده انا هبقى مجنون، لا هو مش جنون، هو انا زي بالظبط الممثل اللي قبل ما يطلع على خشبه المسرح بيقعد يعمل بروفات بروفات بروفات، انا معتبر نفسي ان انا برضو مؤدي قدام جمهور، لازم اقعد اعمل بروفات قبل المين ايفنت بتاعي. طبعا احنا اتكلمنا عن الفندق، خلاص اتكلمنا عنه، الساين، الساين دي اللي هو انا رايح الفندق ومعايا الساين بتاعت الشركه. هنقول مثلا ان الشركه دي، انا مش عايز اذكر طبعا اي اسماء شركات، فهنقول شركه البطه المرتاحه لخدمات السياحه، يعني معلش يعني استحملوني شويه. فانا دلوقتي واقف بالساين بتاع الشركه وجالي العميل قال لي انا طالع معاك، تمام اهلا يلا بينا، العربيه مستنيه بره يلا. واحنا داخلين على الهرم ببتدي انا اشرح الهرم مش عارف ايه، فجاه العميل قال لي ستوب، انا كنت في الهرم امبارح. الله، وما انت عايز ايه؟ لا انا النهارده المفروض رايح اسكندريه. رايح اسكندريه؟ هو انت اسمك ايه؟ اسمي شكري. شكري انا اللي المفروض مستنيه اسمه حمدي. الله، يا جماعه مش معنى ان العميل جه وقال لك ايوه انا حاجز تبع الشركه دي ده معناه ان ده العميل بتاعي. عادي جدا 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 ان الشركه بتاعتك يكون ليها اكتر من تشغيله او اكتر من حجز في نفس اليوم مع اكتر من عميل من نفس الفندق لمكان مختلف. فيا ريت يا جماعه انا لما اروح اكون متذكر رقم اسم العميل والرحله اللي هنطلعها. طبعا انا لازم اكون عارف انا هروح اعمل ايه في اليوم، والا يعني ايه لازمه ان انا اخرج من بيتي اصلا يعني. لازم اكون عارف يعني، مش مجرد انه فرض حاجز، انا يا جماعه بتعامل، خلي بالكم يا جماعه انا مش بتعامل مع زبون، انا بتعامل مع بني ادم حاجز رحله، فلازم اكون واخد بالي من كل حاجه. فايوه يا مستر حمدي انت اللي معايا، لا ده انا مستني مستر شكري، لا انا اسف، طب زميلي ان شاء الله هو جاي في السكه،
احاول مثلا اتواصل مثلا مع الاوبريشن، يمكن زميلي دون متاخر، برضو اطمن العميل دون، لا فلان الفلاني المرشد بتاعك ما تقلقش هو جاي، هو ممكن يكون بس اتعطل في السكه، فلازم قبل ما اتحرك اكون متاكد من اسم العميل. تمام، رجعنا تاني للريفيوهات بتاعه تريب ادفايزر. برضو للاسف انا شلت اسم الاخ الزميل المرشد، هو للاسف المرشد دون انا عارف ريفيوهاته، الريفيوهات بتاعته حلوه دايما، بس من واضح ان للاسف هو كان في الاوف داي، ودي مشكله بتحصل كتير قوي مع كتير من زمايلنا، ان هو بيكون حلو جدا متمكن جدا، بس بيحصل له كده ايه جليتش كده، ان هو ايه يشتغل كذا يوم ورا بعض فبيهنج. فللاسف بيجي حظه بقى مع ايه، مع حد زي ما غيري استمتع بالرحله، انا من حقي ان انا استمتع بالرحله، ما يهمنيش ان انت حصل لك يعني تهنيجه في اليوم ده. فاخونا ده في اليوم ده انا عامل الاندرلاين، he had no sign، ما كانش معاه ساين اصلا، he wasn't friendly، يعني بص هو عمل كل المصايب اللي ممكن تتعمل، ما عملش مصيبه واحده، هو عمل كل المصايب اللي ممكن تتعمل في رحله سياحيه. he wasn't friendly، not excited in any way، ما كانش متحمس لاي حاجه، didn't introduce himself، ما قالش حتى انا برعي، ولما دخلوا العربيه قال لهم انتوا حاجزين انهي رحله؟ ليه؟ ليه كده؟ ليه؟ طب انت خرجت من البيت ليه؟ نبص تحت بقى في الاندرلاين اللي تحت، he seemed completely unenthusiastic and disinterested، غير متحمس على الاطلاق ومالوش نفس ان هو حتى يبص في وشنا، giving minimal information، يعني احكموا انتوا. فيا جماعه نخلي بالنا، كل زبون متوقع ان هو ياخد الخدمه 100%، هو ملهوش دعوه ان انت في الاوف داي بتاعك، انت مش لعيب كوره والنهارده قلشت منك يا خساره ما جاتش جون، طب نعوض في الماتش اللي جاي، هي اليوم بفوره مش ليك، ليه بس في الاول والاخر يا جماعه المرشد ما هو الا سمعه، فدي بتعمل داون جريد لسمعه المرشد ده. فكل سايح من حقه ان هو يستمتع بالرحله بتاعته. لو انت حاسس ان انت مش هتقدر تكون قد المسؤوليه دي، خلاص خد الديتا اوف، ما تخرجش اليوم ده، ريح. ميريديان الحر، هو انا لازم اراجع كل حاجه بنفسي كمرشد؟ انت لازم تراجع كل حاجه، لازم تراجع ورا السواق، لازم تكون انت لما تتحرك من الهرم ورايح المتحف، يعني انت طبعا بتبقى ودود مع السواق، لان انت والسواق شايلين الرحله كله، يعني عليك انت لما تتكلم مع السواق، انتوا متحركين من الهرم رايحين المتحف، اعرف بس منه احنا هناخد انهي سكه، عشان حتى وانت ماشي سواء مثلا هتاخد شارع الهرم مثلا او الدائري اليمين او الدائري الشمال او وات ايفر، تكون عارف انت ممكن تتكلم عن ايه وتكون ظابط الدنيا. ومش عيب يا جماعه ان انت قبل ما تتحرك من مكان، الموبايل ده يا جماعه اسمه سمارت فون لسبب، لان هو مش سمارت، اللي بيستخدمه هو السمارت. انا قبل ما اتحرك من مكان لمكان، حتى الطريق ده هو الطريق الطبيعي، افتح يا جماعه جوجل مابس الجي بي اس، اشوف الطريق اخباره ايه. يعني انا مره كنت راجع من سقاره ورايح وسط البلد، فالطبيعي ان احنا راجعين من سقاره هنطلع الدائري عشان ننزل البحر الاعظم او نزله المعادي عشان ننزل وسط البلد، وفي الطبيعي ننزل البحر الاعظم، لقيت الدائري مقفول تماما على الجي بي اس. عرفت بعدها بربع ساعة إن للأسف والعياذ بالله في حادثة قافلة الطريق، طبعًا أنا لو كنت طلعت الدائري اللي هو الطبيعي إن أنا أطلعه، خلاص السكة هنفضل قاعدين في الطريق حوالي 3-4 ساعات، إن أنا فاكر الحادثة دي كانت حادثة وحشة جدًا، قفلت الدائري كله. فقلت للسواق والله الوضع كذا كذا كذا، اضطرينا إن إحنا نروح لغاية شارع الهرم وناخد من شارع الهرم، أو مش متذكر، بس المهم إن إحنا ما أخدناش السكة دي. يا جماعه مش عيب ان انا اطلع الموبايل كل شويه اشوف اتجاهاتي واشوف الطرق عامله ازاي،
ده هيبقى مفيد جدا وهيوفر علينا وقت. وطبعا دي بالنسبه لفكره الطريق. ليه كلمه مريدين الهرم؟ مره كان معايا زباين جايين بيهم من اسكندريه، اوفر دي من اسكندريه جايين من المينا، وهنعمل هرم متحف وهيبيتوا في مريدين الهرم، بس قبل ما يعني قبل البيات هنعمل كمان الصوت والضوء. فدخلت بيهم مريدين الهرم بعد ما خلصنا الطور يستريحوا ساعه وبعد كده نروح الصوت والضوء. هم كانوا ست زباين، دخلنا مريدين الهرم عايزين الغرف بتاعتهم مش لاقي حجز باسمهم. قالوا يا اوبريشن في اسكندريه ابعتوا لنا الحجز بتاع الناس دي. بعت لي الحجز وريته للاخ اللي على الفرونت اوفيس، بنبص في الحجز لقيناه ميريدين هيلز. شكرا. الحمد لله اتحلت. بس هي دي فكره ان انت لازم تراجع كل حاجه بنفسك عشان توفر على نفسك. ما تقولش ايه ما هو اللي غلط هو اللي هيشيل غلطته. في الاخر يا جماعه انت اللي بتشيل كل حاجه، مش انت اللي هتقول، الشركه مش تقول ان انت الغلطان، بس العطله بتاعتك وبتاعت الزباين دي هتبقى عليك انت. فانت وفر على نفسك واعتبر ان كل الناس ممكن تغلط، اي حد في المنظومه ممكن يغلط. دي نقطه مهمه جدا، اعتبر ان اي حد في المنظومه ممكن يغلط وانت بتدور وراه، انت بتتاكد كانك انت السوبرفايزر وبتتاكد ان كل حاجه ماشيه زي ما بيقولوا ايه كلوك ورك، زي الساعه. الثبات الانفعالي اهم حاجه يا جماعه خلال اليوم، ان انا اكون ثابت انفعاليا. اي مشكله، اي موقف مش ظريف، لازم الابتسامه على وشي 24/7. لازم اكون كول ولازم اكون هادي، سواء المشكله السايح هو اللي عاملها او حاجه خارجيه. المقوله دي انا وبنتي اتضحك علينا. ايه اللي حصل؟ انا رايح في يوم برضو مريديان الهرم، يعني قصص عظيمه معاه كلها الحمد لله. استقبلت الراجل هو وبنته، هما من امريكا، كانوا وصلوا اليوم اللي قبلها بدري شويه، يعني وصلوا 2 الظهر. فالراجل صباح الخير صباح النور، على فكره انا وصلت امبارح واول ما بنتي شافت الهرم من البلكونه فرحت قوي، وقلت لها طب يلا نروح، ورحنا ووقفونا على البوابه بتاعت الهرم وقالوا لنا انتوا لازم تركبوا كاريتا من هنا، ما ينفعش تدخلوا بالطريقه دي، لازم تركبوا كاريتا. احنا ركبنا الكاريتا ولفينا بيها ساعتين. دفعت كام؟ انا دفعت 400 دولار. دفعت 400 دولار. هل انا كده اتضحك عليا؟ خلي بالكم احنا اليوم ما ابتداش يا جماعه. اليوم ما ابتداش. طبعا انا لما اقول له ده انت اتبقلشت يا معلم، انا كده بالنسبه لي اليوم اتضرب. اليوم اتضرب. اسف. طبعا لازم اخد الموضوع بدبلوماسيه زياده عن اللزوم. قلت له انتوا قضيتوا قد ايه؟ ساعتين. طب لفيتوا رحتوا كذا، الهرم رحتوا، البانوراما رحتوا رحتوا رحتوا. استمتعت انت بنتك؟ طبعا استمتعت. خلاص ده المهم، الفلوس مقابل المتعه اللي انت يعني قضيتها امبارح. قال لي طب تمام. على العموم انا الفلوس ما دفعتهاش كاش، ده انا ما كانش معايا كاش، دفعوني كريدت كارد ودوني مكان ودفعوني كريدت كارد، واتصلت في الفندق بربع ساعه وقلت لهم لو سمحتوا الغوا العمليه الترانزاكشن دون عشان حصل حاجه انا مش فاهمها. قلت له الله ينور عليك كده انت طمنت قلبي. وطبعا ما حبيتش برضه ايه اكد ان انت اتضحك عليك وخلاص، عايزينه يعدي. قول يحصل سواء من السايح او من اي حاجه خارجيه هتحصل عليه. تمام. عمرك اتصلت كان عندك مشكله الراوتر، بتقول له الراوتر مش شغال، قعد معاك 10 دقائق وحاولوا تصلحه، افتح الراوتر، اقفل الراوتر، اعمل ايه، والراوتر ما تصلحش، وبعد 10 دقائق الاخ الفاضل اللي بيتكلم عن الناحيه الثانيه ايا كان هو شركه ايه، يقول لك طب يا فندم احنا عندنا عرض، ايه رايك ان
ان انت تزود السرعه بتاعت الراوتر من مثلا من 10 ميجا ل 15 ميجا. طبعا الرد الفعل الطبيعي ليه يعني هتشتمه، يا اما هتقفل السكه يا اما هتشتمه، لان انت المفروض متصل عشان تصلح الراوتر. الراوتر ما تصلحش اللي هو الحاجه الاساسيه اللي انا متصل عشانها، تقوم انت تقول لي بسرعه انت اكيد بتهرب. هي دي يا جماعه مشكله للاسف قله من المشاهدين، ان هو مش حاطط اول اولويه اثناء الرحله اي عشان يستمتع بالرحله. للاسف في بعض المرشدين قله قليله الحمد لله بيبقى تفكيرهم منصب على ان هو يهتم بان هو العميل اللي معاه يكون مستمتع بالرحله. على سبيل المثال هنا للاسف برضو تريب ادفايزر مره كمان وشلت الجايد ليه كلنا بنتعلم. شوفوا اول اور جايد، هنقول مثلا اور جايد اكس priority was to hassle us for an additional tour. بالنسبه للناس اللي ما اشتغلتش ارشاد هقول لفظ كده، هو المرشد كان كل تفكيره منصب ان هو عايز يبيع لهم اوبشن. هم طالعين معايا يوم السبت يوم الاحد فاضيين، فهو عايز يبقى اوبشن عشان اي مرشد، ودي حاجه يعني ده عادي يعني ده قانون معترف بيه. لما المرشد يبيع اوبشن بيبقى ليه نسبه في الاوبشن ده، فهو خلاص طلع معاهم الرحله، هو كل تفكيره منصب على انه يبيع لهم الاوبشن بتاع تاني يوم. طب يعني خليهم الاول يستمتعوا باليوم اللي هم معاك دلوقتي، وبعد كده فكر ان انت تبيع لهم الاوبشن. انت ليه تفكيرك رايح انت ليه عايز تروح لستاب 2 قبل ما توصل لستاب 1 الاول؟ خليهم يقدروا فعلا ان هم استمتعوا معاك باليوم، وبعد كده قول لهم بكره كذا، ولو حابين انا اطلع معاكم وممكن زي ما النهارده عملنا الهرم بكره نعمل المتحف معايا. لكن للاسف هو تفكيره، وطبعا للاسف لان المصائب لا تاتي في الوضع او لان هو بيبقى اتيتيود عام، فللاسف عك الدنيا. يعني انا للاسف يعني انا اخجل ان انا اقول معلش، يعني انا عايز ارجع اخجل ان انا يعني قال حاجات، يعني في حاجات اتقالت وحاجات ما اتقالتش يعني. في الاخر يعني اخر سطر اللي هو انا معلم عليه it's very clear we must give him a good review in order for him to get paid. يعني الاتيتيود يا جماعه، ما هو للاسف اللي بيبقى بيعك الدنيا في حاجه للاسف هي بتكر معاه في كل حاجه. بس برضو زي ما بقول مش عيب ان احنا نتعلم من. ونصيحة مني للناس اللي هتدخل مجال الإرشاد السياحي، الناس اللي بتدرس، المرشدين الجداد، المرشدين القدام، يا جماعة احنا بنتعلم كل يوم. أنا عادي جدا 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 إن أنا بدخل على تريب أدفايزر وأشوف الروفيهات كلنا حلوين، كلنا بسم الله ما شاء الله جهبذة في الإرشاد السياحي. أنا مش عايز أقرأ الريفيو الخمس نجوم، أنا عايز أقرأ الريفيو النجمة والنجمتين اللي المشكلة أو الغلطة حصلت من المرشد عشان أعرف زميلي غلط في إيه وأنا ما غلطش فيه، لأن إحنا الكمال لله وحده. بس إحنا بنحاول على قد ما نقدر نبقى يعني مقتربين من درجة الإيه، نقول الإكسلنس، مش هنقول الكمال، الإكسلنس، أو إن إحنا نبقى يعني مرشدين ذو سمعة طيبة ما بين زمايلنا المرشدين وما بين السياح. لأن السايح لما هيقدرك، أنا بتحصل كتير قوي يا جماعة معايا إن هو أطلع مع زبون ينزل أسوان يقابل الناس تانية يقول لهم ده أنا كان معايا مرشد في القاهرة كويس جدا جدا جدا، أنصحكم إن أنتوا لو لسه عندكم أيام في القاهرة ابقوا روحوا قابلوه. وفعلا الاقي ناس بتتواصل مع الشركه يقولوا لو سمحتوا احنا عايزين مروان يطلع معانا. حصلت معايا كتير جدا. ليه؟ لان هي الموضوع في الاول والاخر يا جماعه
سمعه. السمعه هي اللي بتخلي. وهنا بقول لك ايه، طب تعالى كده، تعالى ثانيه كده دلوقتي احنا بالنسبه لل بالنسبه للمعلومه دي، خليك حبوب مش شرح ولا. زي ما بقول لكم يا جماعه، احنا دلوقتي لما بنتعامل مع السائح انا مش بتعامل مع يعني مجرد زبون، لا ده بني ادم هيحس اذا كنت انا فعلا يعني متحمس وفرحان باللي انا بعمله، ولا يعني بعمل الموضوع ده يعني عمل. ادي ريفيو تاني من ريفيوهات التريب ادفايزر. تمام. Very poor day tour, numerous دي واحدة numerous. خلاص يعني مش عايزين نتكلم في الموضوع دون دلوقتي، بس خلينا نتكلم في الايه، في الجزء اللي انا عامله الاندرلاين. The guide was extremely unenthusiastic. نفس المشكلة اللي انا بتكلم فيها. She hated. يا ساتر يا رب، ايه ده، انا قريت الكلام ده قبل كده بس كأني بقراه معاكم لاول مرة. يا she hated me. اوه يعني يا ريت مش مثلا ضربته بمطوة، لو كانت وقادته في التراب كان يبقى اسهل. Looked like she hated being there. طب انت خرجتي من البيت ليه؟ And provided minimal to no information. Even when we asked questions, there were one word answer with little elaboration. يعني هو بيقول لها مثلا ايه، الهرم مين البناء؟ خوفه. سقارة هنروح امتى؟ كمان ما تقولش كمان شوية، كمان. يعني ليه كده، انت خرجتي من البيت ليه؟ تمام. في الهرم هي اتكلمت لمدة a couple of minutes، دقيقتين كتر خيرها. يعني هو فعلا الهرم ما نقدرش نتكلم عنه اكتر من دقيقتين، كتير حتى المفروض دقيقة ونص. حاجات تانية للأسف برضو. بصوا يا جماعة، الله يسامحها بجد، شوفوا آخر سطر دون أو آخر سطرين. To cut a long story short, we ended up cutting our losses. أنا حاطط خطين، أنا فاكر أنا حاطط خطين. And letting her leave early. يعني الزباين من كتر ما هي كانت عاملة لهم لود في الرحلة، قالوا لها حضرتك اتفضلي امشي واحنا هنفضل قاعدين مع السواق. صعب. يعني بجد صعب. شوف هو حتى قال ايه، فول ستوب، وبعد كده after that we had a great day. يا خسارة. يعني وصلتهم لمرحلة ان وجودك مش زي عدمه. ده انت وجودك دون يعني كان عامل علينا هم، ده انت عدم وجودك يعني احسن من وجودك 500 مرة. No comment. زي ما قالوا No comment. طيب نكمل. كثير من المودة قليل من اللغة. بصوا يا جماعة، بالنسبة مثلا للمشيدين الانجليش الفرنش، اي لغة انت بتتكلمها دي مش لغتنا الاولى. احنا لغتنا الاولى او المذر تانج هي اللغة العربية. احنا لو بنتكلم انجليش او بنتكلم يا واحدة استاذنكم، هو ممكن لو فصل ممكن احاول ارجع نفس اللينك وندخل تاني. بس المهم ان النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها ان مش عيب ان لغتنا تبقى ضعيفه، بس نطور من نفسنا، بس نكون ودودين، نكون في نوع من الموده مع نتعامل مع السياح لان هم بني ادمين مش زباين. يا ريت. الهري ثم الهري ثم الهري، دي نقطة مهمة جدا، وأتمنى إن هي دي النقطة اللي أختم بيها لو الخط فصل أو لو السيشن فصلت. أنا أول ما ابتديت إرشاد سياحي كنت بتدرب مع مجموعة أمريكان، أخدت نصيحة يومها، دي يعتبر أهم نصيحة أنا أخدتها في حياتي في مجال الإرشاد السياحي، ودي اللي أنا مستمر عليها حتى يومنا هذا. ساعتها
السائح قال لي احنا مش جايين عشان نعمل دكتوراه في الاثار المصريه، احنا جايين نستمتع بوقتنا. احنا بنفقد تركيزنا، الانسان الطبيعي بيفقد تركيزه لما حد بيكلمه في نظام المحاضره بعد حوالي 5 دقائق. فحاول المعلومات اللي انت هتديها لنا تكون مكثفه وما تاخدش اكتر من 3 أو 4 دقائق بالكتير. قول كل اللي انت نفسك تقوله في 4 دقائق، وبعد كده سيبنا 3 أو 4 دقائق كمان نبص على الاثر، نستمتع بيه، ناخد صور، نستوعب المعلومه اللي انت قلتها لنا، وبعد كده نكمل 4 دقائق كمان. لكن هتقعد تتكلم 15 دقيقه، صدقني احنا هننسى انت بتقول ايه ال 15 دقيقه كلها، لان انت عقبال ما توصل للدقيقه ال 15 هنكون نسينا انت قلت ايه في الدقيقه الثالثه والدقيقه الرابعه. فلما تقول كل حاجه في اول 4 دقائق مكثفين وتسكت، احنا هنستوعب كل اللي انت قلته او معظم اللي انت قلته، وبعد كده نكمل في معلومه ثانيه في مكان ثاني. فدي مهمه يا جماعه، الهري مش مفيد، الهري في مجال الارشاد السياحي مش مفيد على الاطلاق. لو السيشن خلصت ممكن، لو فصلت هنحاول نخش تاني بنفس اللينك ان شاء الله تنفع، ونكمل مع بعض في حاله ان اللينك تفصل لو حصل حاجه. احنا دلوقتي نكمل. الهبيده يمتنعون، استاذنكم يا جماعه لو انت مش متاكد من معلومه لو سمحت ما تهبدش، لان انت ممكن تهبد المعلومه مع حد متخصص او حد قاري هيشك بعد كده في كل اللي انت قلته في خلال اليوم كله. فما ينفعش ان انا اقف قدام اثر واقول كذا 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 عنه وانا عارف انه هبد، او ان انا سمعته من زميل. يا جماعه من فضلكم، مش معنى ان زميل فاضل قال معلومه ده معناه ان المعلومه دي موثقه. يا ريت اقراها من كتاب معتبر، مرجع محترم. انا مش واثق من المعلومه دي 100%، يا ريت ما اقولهاش. على سبيل المثال يعني كابتن كايرو دي زميله راحت مع مجموعه مصر القديمه، ف she told us just blankly incorrect information. هي قالت لهم ايه؟ كتر خيرها، قالت لهم ان الوصايا العشر ال 10 commandments اللي ربنا نزلهم على سيدنا موسى في طور سيناء مدفونين تحت الارض تحت معبد بن عزرا. كتر خير، يعني انت عايزه تعملي بروموشن لبن عزرا فجرتيه وفجرتي نفسك بالديناميت. فيا جماعه يعني اي حد عنده بعشر قروش معلومات عن الديانه اليهوديه اكيد عارف ان الهبده دي واسعه شويه. فلو سمحتوا يا جماعه محدش يهبد في حاجه هو مش واثق منها. ادام انت مش واثق من المعلومه لو سمحت ما تقولهاش. بعد كده هندخل على بعد كده في بقى شويه غلطات للاسف بعض المرشدين بيقعوا فيها، اللي هو مثلا انا مسافر اسكندريه مع الزباين رايحين سقاره من الهرم، ومشوار سقاره بياخد له حوالي 40 دقيقه. انا خلاص اللي قلته في الهرم قلته، دلوقتي انا والسواق اصحاب رايحين سقاره وعمالين نتكلم مع بعض. يا جماعه لو سمحتوا انا دلوقتي وانا في الطريق لسقاره، في الطريق لاسكندريه، في الطريق لاي اثر لاي موقع، اتكلم مع العميل اللي معايا برضو بنفس الطريقه، اتكلم معاه 3 أو 4 دقائق واسكت 3 أو 4 دقائق وارجع اتكلم معاه تاني. بس مش في الـ3 أو 4 دقائق اللي انا ساكت فيهم دول او سايبه يستوعب اقعد اتكلم مع السواق، السواق على عيني وعلى راسي، بس هو لازم برضو اكون انا انجيجنج، اكون متواصل مع العميل. لان انا لو بتكلم مع السواق خلاص انا كده كاني بقول للعميل انا مش طالع معاك، انا طالع انا والسواق ده صاحبي واحنا عمالين
نتكلم مع بعض، فيا ريت نركز في المعلومه دي. والله انا طالع اسكندريه والعميل اللي معايا نايم، ممكن اتكلم يعني معاه مره كده، نتكلم في حاجه. دي واحده فين انتوا توفيق الدقن في ابن حميدو لما قال وكيل اعمال وسمسار وقباني، وبالعكس انا عندي مشاكل عائليه ووكيل اعمال وسمسار وبالعكس ومش فضيلك. عيب يا جماعه، عيب 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 ان انا اكون رايح مشوار مع العميل، رايحين اي اثر ومسك الموبايل عمال اتكلم. سواء بقى عندي مشاكل عائليه، ما هو يا جماعه انا لما اروح شغل يا اما اكون 100% ديديكيتد يعني ملتزم وكوميتد بالشغل ده، يا اما مع احترامي ما اشتغلش اليوميه دي. مش هقول ما اشتغلش الشغلانه دي، لان كلنا بيحصل لنا ظروف، كلنا يا جماعه بيحصل لنا ظروف. فمش عيب ان انا لو عندي ظروف او عندي مشاكل ان انا ما اروحش اليوم ده واحل مشاكلي دي، عشان زي ما انا بقول السايح اللي جاي متوقع ان هو يعمل هاتريك في اليوم ده، ان هو عايز يجيب البطوله. مين اللي هيجيب له البطوله؟ المرشد. لو المرشد قلشت منه خلاص اليوم بالنسبه للسايح اتضرب. فلو سمحتوا يا جماعه، مش معنى ان انا عندي مشاكل اقعد اتكلم في تقول بتحصل يا جماعه، والله العظيم بتحصل كتير، ان انا بسيب الزبون في العربيه مش معنى ان احنا دخلنا العربيه يبقى هو كده الزبون يستمتع بالتكييف وما افتحش بقى معاه. لازم اتشارك معاه، ولو سمحتوا ما نتكلم يعني. هو الموضوع في التليفون، جالي تليفون الو صباح الخير، طب تمام هكلمك بعد ما اخلص شغل. الموضوع ما ياخدش اكتر من دقيقه في حاله الطوارئ. لو مش طوارئ يبقى خلاص ما ردش على التليفون. لو الشركه بتتصل بيا لسبب ما ارد على الشركه، بس برضو الموضوع ما ياخدش ثواني لو سمحت. انت اتكلم انجليزي، انا كمان اتكلم انجليزي. مشكله خطيره جدا يا جماعه بتحصل للاسف في بعض الاحيان لكتير مننا، ان انا يكون معايا زبون اقعد اتكلم معاه بالانجلش، ويجي مرشد زميلي يتكلم معايا ايه الاخبار عامل ايه، انا اسف في اللفظ اللي هقوله، يا عم معايا شويه زباين سكه، ويكون الزباين دول جايين من امريكا بس اصلهم عربي وانا مش عارف او مش واخد بالي. نخلي بالنا يا جماعه، يعني ما يصحش ان انا يعني هو كاطار عام انا ما ينفعش اغلط في حد قدامه لمجرد ان هو مش عارف لغتي. طب ما هو ممكن يكون بيتكلم اكتر من لغه، ممكن يكون واحد جاي من المانيا وعايز مرشد انجليزي ويخلط فيا بالالماني قدام مراته يقول لها ده مرشد سكه بالالماني، فهل انا ارضاها على نفسي؟ لا. فاللي انا ما ارضاهوش على نفسي ما ارضاهوش لغيري. فلو سمحتوا ما نتكلمش عن العملاء اللي معانا او عن اي عميل يعني ايه بشكل عام كده قدامه. هو عميل للاسف وحش جدا ما غلطش فيه قدامه، لان انت مع حضرتك ما تضمنش الظروف ممكن يحصل ايه ويكون فاهم الكلام اللي انت بتقوله. فلو سمحتوا نلتزم بميثاق الشرف السياحي ان احنا ما نغلطش في زباين، سواء زبايننا او زباين غيرنا. فكره الموبايل صديقي والجي بي اس رفيقي اوريدي احنا اتكلمنا عليها. السمارت فون يا جماعه، السمارت فون انا حاطط الموبايل جنبي، لان لما حصل مشكله في الصوت في ناس راحت بعتالي على الواتساب دلوقتي قالوا لي الصوت جاي من فلان الفلاني، دخلت وعملت لي ميوت. لازم التليفون يبقى معايا في كل لحظه عشان اتعامل مع كل حاجه. تمام. والله العظيم مش شغلي. ايه ده وده؟ ايه الموضوع؟ معظم الشغل الاونلاين 90% منه جاي عن طريق حاجه اسمها ثيرد بارتي. يعني ايه ثيرد بارتي؟ عارفين انتوا مثلا حجوزات الفنادق دلوقتي لما بتتم معظمها الاونلاين بيتم عن طريق booking.com. موقع booking.com ده من اشهر المواقع اللي بنحجز بيها الفنادق اونلاين. دلوقتي حجز الاونلاين
حتى بالنسبه لشركات السياحه الاونلاين بيتم عن طريق موقعين مشهورين جدا اسمهم فياتور وجيت يور جايد. هو الزبون بيدخل على فياتور او جيت يور جايد بيقول انا عايز اروح القاهره في اليوم الفلاني، عايز اروح الهرم، بيروح مختار يوميه الهرم من في السقاره، احجز ادفع بالكريدت كارد، خلاص هو في مرشد هيستناك في فندقك اللي انت كاتبه في الكونفرميشن وشكرا. طبعا الزبون مش كل يوم بيتعامل مع فياتور وجيت يور جايد، هو حجز عن طريق فياتور وجيت يور جايد، هو في قراره نفسه مقتنع ان فياتور تواصل معاك انت كمروان مرشد سياحي وقال لك في زباين مستنينك في اليوم الفلاني، فهو في قراره نفس السايح ان فياتور تواصل معاك انت. ما يعرفوش ان انت مرشد فريلانس على باب الله، هي فياتور تواصلت مع شركه البطه المرتاحه لخدمات السياحه وشركه البطه المرتاحه تواصلت معاك باعتبارك فريلانس. فهو مثلا يعني انا عشان اوصل لكم ليه بوصل لكم الفكره دي، هو مثلا هنقول الزبون دفع مثلا في الرحله $100 وعارف ان فياتور او جيت يور جايد باعتبار ان هو اللي بيحجز له بياخد كوميشن، فهو الطبيعي ان هو هياخد الكوميشن بتاعته مثلا 10% مثلا. فهو الزبون في قراره نفسه فاهم ايه؟ ان $90 دول راحوا ليك. طبعا في منهم، طبعا ما انا بديكم مثال يعني، ان $90 راحوا ليك، طبعا فيهم مثلا الحجز مثلا اللي هو الانترنس فيز او الادميشن فيز وحجز العربيه، بس هو في خياله هو عامل حسابه ان الفلوس دي راحت ليك. انت بصنعة لطافه كده في اثناء اليوم تفهمه السيستم ماشي ازاي. تقول له حضرتك انت حجزت عن طريق فياتور، وفياتور تواصل مع شركه البطه المرتاحه، وشركه البطه المرتاحه تواصلت معايا باعتبار ان انا فريلانس ومتاح في اليوم دون، وقالوا لي يا مروان تعالى خد عم حمدي من ريديان الهرم ووديه الهرم. فدي هتفرق في اخر اليوم لسبب اتمنى تكونوا فاهمينه دلوقتي او هتفهموه بعدين. زميلك المرشد هو زميلك المرشد، مع كامل احترامي يا جماعه، انا ما ينفعش اكون بشرح في مكان والمكان ده ضيق شويه وزميلي صوته عالي شويه، فانا عشان ابين للمجموعه اللي معايا ان انا يعني شاب يعني كفاءه، علي صوتي على صوت زميلي وابتدي بقى ايه اعمل تشاحن معاه. في الاول والاخر المرشدين دول زمايل مع بعض، وهنتقابل كل يوم. يعني هو مجال الارشاد السياحي والسياحه في مصر اوضه وصاله، اوضه من غير صاله، اللي هتشوفه النهارده هو اللي هتشوفه بكره، هو اللي هتشوفه بعده. رحت الهرم، رحت سقاره، رحت الكرنك، رحت ابو سمبل، هم هتشوف. اوكي، فنهتم يا جماعه باحترام الاخر. احنا اوريدي اتكلمنا عن احترام الاخ السواق اللي معانا، احترام العميل اللي معانا، ومش عيب ان انا احترم زميلي المرشد اللي ممكن في يوم من الايام اكون محتاجه او هو محتاجني، سواء في شغل او في حاله انسانيه. فيا ريت نحترم بعض ونحترم زباين بعض في اثناء عمل الارشاد السياحي. دي نقطه مهمه يا جماعه جدا 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 جدا. انا لو هركز ان انا كل تفكيري او كل المعلومات اللي انا بتكلم عنها هي معلومات تاريخيه، فللاسف في حاجات هيحصل لها دروب عندي. بمعنى ايه؟ ان المعلومات اللي بيستقيها السايح مني مش معلومات في التاريخ وبس، لا، ده معلومات في كل مجالات الحياه في مصر. انا بتسال، يعني عايز اقول لكم ان انا اقول لكم بتسال في ايه؟ بتسال في اسم الشجر، بتسال في اي حاجه، بتسال في معدلات الزواج والطلاق في مصر، بتسال عن اي حاجه ممكن تتخيلوها في مناحي الحياه بصفه عامه. الناس بتدخل، الستات بيدخلوا الجيش، لان الستات بتدخل الجيش في امريكا، بتدخل في اماكن تانية،
طب الجيش نظامه ايه؟ ده يعني ده دي الحاجات الاسئله الطبيعيه اللي الواحد بيبقى عامل حسابه عليها، لكن احنا ممكن نتسال في اي حاجه. فلازم حصيلتي المعلوماتيه باللغه اللي انا بشرح بيها لازم تكون وافره. على سبيل المثال انا كاتب ايزيس وايسس، انا كان معايا 2 من امريكا نزلوا الصعيد، للاسف المرشد اللي كان معاهم على النايل كروز كان حاصر كل قرايته عن المعلومات التاريخيه اللي بيشرحها، وما بيقراش في اي حاجه تانية، ما بيتفرجش على مثلا السي ان ان. يعني يا جماعه معلش يعني نصيحه، ناس كتيره ما بتعملش كده، انا واحد من الناس بغض النظر عن السياحه انا لازم انا بتفرج على السي ان ان لمده مش اقل من نص ساعه في اليوم، بشوف كده ريكاب عرض كامل السياسه العامه في امريكا وفي العالم بيتكلموا عنها ازاي بالانجلش. الزبونتين دول اللي كانوا معايا سالوا الاخ المرشد اللي كان معاهم على النايل كروز عن ايسس، سالوه 3 مرات، بعد ثالث مره ما سالوهوش، قالوا له ايسس، يقول لهم ايوه ايزيس اللي هي كانت مرات اللي انتوا عارفينه يعني اوزيريس وام حورس، وقعد يشرح لهم الايه، وقال لهم ادفو مش ادفو واحنا زورنا ادفو، فقالوا له لا لا ايسس احنا بنتكلم عن ايسس، قال لهم ايوه، وراح عايد تاني. هو للاسف مش عارف ان كلمه ايسس دي دلوقتي في الاخبار دي المصطلح الانجليش لداعش، ان هي داعش هي اختصار لايه؟ الدوله الاسلاميه في العراق والشام، فاصبحت بالانجليش ايه؟ Islamic State in Iraq and Syria. هي سوريا بس غيروها بقت ايسل عشان بدل الشام سوريا، سوري بدل سوريا سوريا خلوها ليفنت اللي هي الشام. فيا جماعه لازم نقرا مش في التاريخ بس، في كل مناحي الحياه بالانجلش، ونتفرج على الاخبار بالانجلش عشان نعرف نتواصل. انا بتكلم طبعا لمرشدين الانجلش، طبعا لو انت مرشد فرنش او مرشد مثلا تشاينيز او وات ايفر لازم تشوف معلومات اكتر باللغه اللي انت بتشرح بيها مش في التاريخ بس. كتر خير الزوم، احنا دلوقتي دخلنا في اكتر من ساعه، ارجو ان انتم تكونوا مستمتعين. طيب عارفين فكره انت تاكل وانت ساكت؟ اكيد انتوا سمعتوا المعلومه دي قبل كده، انت تاكل وانت ساكت. في للاسف بعض المرشدين اللي ماشيين بنظريه ايه؟ انت تسمع وانت ساكت، ما تفتحش بقك. ما ينفعش يا جماعه نتعامل مع اخواننا السياح بهذا المنطلق، المنطلق ان انت ايه؟ انت تسمع وانت ساكت وما تسمعش بقك. لازم يا جماعه نعمل حاجه اسمها setting the expectations. يعني ايه setting the expectations؟ انا بستقبل الزبون الصبح او العميل الصبح، صباح الخير انا فلان الفلاني، ارجو ان تكون وصلت بالسلامه ورحلتك لمصر تكون او كانت لذيذه. احنا النهارده من قبل حتى ما نوصل العربيه، احنا النهارده رحلتنا هرم مثلا سقاره نفس، تمام؟ طيب احنا هنعمل النهارده مثلا الهرم الاول، لو انت مثلا الطبيعي في مريدة الهرم هنعمل الهرم الاول وبعد كده سقاره وبعد كده نفس. انت في كل مرحله من مراحل الرحله انت بتدي للسائح اللي معاك هيدز اب، يعني بمعنى ان انت بتشرح له الساعه ونص اللي جايين احنا هنعمل فيهم. هو بيعيش معاك اللحظه، مش بيحس ان هو مثلا سوري في الكلمه مربوط ومسحوب وراك، لا انت لازم تعيشه معاك عشان هو يكون برضو مستمتع ومتوقع ايه اللي هيحصل في الساعه او الساعه ونص اللي جايه بعد كده. فانت وانت عند الهرم من بعد ما تعدي البوابه بتاعه التذاكر تشرح له على الخريطه، في خريطه مثلا ان شاء الله هنعمل محاضره ازاي نشرح الهرم ونقف فين في الهرم ونشرح ايه في كل حته وايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش ونقوله ازاي ان شاء الله في المحاضره القادمه. بس احنا بنتكلم في فكره سيتنج ذا اكسبكتيشنز. على سبيل المثال انا خارج من الهرم وهنروح سقاره، دلوقتي احنا حضرتك رايحين سقاره
والمسافه من هنا لسقاره بتعمل كده كيلوات او كده ميل، لان الامريكان ماشيين بالميل مش بالكيلو، فلازم انا اكون عارف ان مثلا الكيلو بيعمل حوالي 0.6 مايل، او ان ال 1.6 مايل ال 1.6 كيلو بيعمل مايل. يعني لازم الحاجات دي اكون حاططها في دماغي. دي واحده. طيب احنا دلوقتي رايحين سقاره من الهرم، وهقول للزبون اللي معايا احنا دلوقتي قدامنا 40 دقيقه عقبال ما نوصل للسقاره. هو حتى يسستم نفسه، طب والله في ال 40 دقيقه دول ممكن انا مثلا اريح شويه، طب اعمل حسابي ان انا اتكلم معاك، طب ابص على الايميل بتاعي. هو يكون عارف ان في ال 40 دقيقه دول هو متاح له 40 دقيقه ممكن يتكلم معاك فيهم، او ممكن يعمل شويه حاجات هو اونلاين خاصه بيه. داخلين مثلا المتحف، نقول والله المتحف ده احنا لو قعدنا فيه شرحنا كل قطعه هنقعد فيه 9 شهور. احنا ممكن نقعد ساعتين، وبعد الساعتين دول نشوف تحب. يعني لازم قبل اي مزار تقول له والله احنا داخلين المزار الفلاني ممكن نقعد فيه حوالي من ساعه لساعه ونص، وهنلف كذا ونروح كذا. فسيتنج ذا اكسبكتيشنز يا جماعه مهم جدا جدا جدا. صوابعك مش زي بعضها، وكذلك السياح. شايفين كل صابع بشكل مختلف. في يا جماعه سياح بيهتموا جدا 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 بفكره الشرح، عايزين يعرفوا كل المعلومات المتاحه عن المكان اللي عايزينه. اشرح لهم كل اللي في نفسك تقوله قوله. في سياح كل اهتمامهم منصب، كل اهتمامهم منصب على ان هو ياخد صوره جنب الهرم وخلاص، شكرا. فانت بالسنس ومن خلال الخبره بتبتدي تفهم من اول ساعه بتتعامل فيها مع العميل اللي معاك ده زي ما بيقول شرح ولا تصوير، شراء ولا منهدة زي ما قال في الفيلم. فهو لو شرح خلاص انت فهمت، لو تصوير برضو في الحالتين، في الحالتين انت هتستريح وتريحه، وانت في الحالتين مستعد. لازم تكون عارف معلومات كفايه تشرحها للعميل اللي قدامك، ولازم تكون عارف المناطق الكويسه سواء في الهرم او سقاره اللي كادرات الكاميرا فيها تبقى كويسه للتصوير، لان الصوره المعلومه اللي انت بتقولها يا جماعه للعميل اللي معاك دي ممكن ينساها في خلال 3 4 ايام. طبعا في معلومات رئيسيه هتثبت في دماغه، لكن الشرح الكتير معظمه هيتنسى. الاستمتاع هيبقى لحظي في ساعتها بالشرح، لكن التصوير فكره ان انا اتصور جنب الهرم حتى لو صوره واحده دي اللي هتفضل في الذاكره، دي اللي ممكن ارجع لها كريفرنس وابص عليها بعد 5 6 سنين واسترجع الاحساس بالذكريات الحلوه مع الصوره دي. فانت برضو لازم تكون عامل حسابك ان مش شرح بس، لا ده شرح وتصوير او واحد من الاثنين، يعني الاثنين مع بعض، او واحد اعلى من الثاني، او واحد بس او الثاني بس. الخروج عن النص يا جماعه، مع احترامي لكل المرشدين، بيبقى في مرشد هو عامل سكريبت، هو جايب ورقه، هو ده اللي هيقوله قدام ابو الهول، هو ده اللي هيقوله قدام الهرم الكبير، هو ده اللي هيقوله في القبر. دي ممكن تنفع لو انت في اول سنه ارشاد ولسه يعني ايه بتحاول ايه بتمشي تاتا تاتا، بس بعد اول سنه ارشاد المفروض انت يكون عندك من الحصيله اللي انتم شايفينها دي ما يكفي ان انت تخرج عن النص. لازم تطور من نفسك كل يوم، كل يوم لازم تعرف معلومه جديده، والمعلومه دي اثريه بقى، جيولوجيه، صخور، اي حاجه هتفيدك في شغلك. فلازم تتعود ان انت السكريبت ده اللي انت بتقرا منه او اللي انت قريته وحفظته ده انت تستعمله في اول سنه ارشاد فقط، بعد كده لازم تطور من نفسك. لو ما طورتش من نفسك يا جماعه احنا كل يوم في اثار جديده مكتشفه، وكل يوم في رسائل
دكتوراه وماجستير بتناقش في مجال الايجيبولوجي، واحنا لازم نتابع كل ده بشكل يومي او اسبوعي او شهري عشان نعرف ايه الجديد. وان شاء الله كل حاجه جديده في مجال الاثار المصريه او التاريخ المصري هنتابعه مع بعض ان شاء الله الفترات اللي جايه. دي حاجه بسيطه بس برضو بتبين يا جماعه دايما 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 يكون معايا فكه، وانا في اليوم السياحي دايما يكون معايا خمسات جنيهات فكه او كوينات كتير، لازم يكون معايا كوينات كتير ويكون معايا خمسات جنيهات كتير فكه بتنفع وبتبقى مهمه جدا. على سبيل المثال ودي حاجه يعني المفروض ما اتكلمش فيها، انت دلوقتي الزباين اللي معاك محتاجين يدخلوا الحمام، اي حمام بيتدخل في اي منطقه سياحيه المفروض بيبقى فيه نوع من انواع المرضيه للناس اللي موجودين في على الحمامات دي، وفي مقننه يعني مثلا قدام ابو الهول الحمام اللي قدام ابو الهول اللي هو يعتبر ناحيه الصوت والضوء ده مقنن، ده ليه تذكره ب 2 جنيه يعني اللي هيدخل هيدفع 2 جنيه سواء مصري ولا اجنبي، ففي بعض الحمامات بتبقى مقننه. ممكن يكون اللي معاك معهوش فكه فمفيش مانع ان حضرتك يكون معاك فكه. هتقول لي يا عم هو انا هصرف عليهم؟ اصرف عليهم معلش، ما جاتش على ال 2 جنيه دي، وصدقني ال 2 جنيه دي هتفرق في اخر اليوم، ما تخلينيش افصل. تمام؟ يعني بتبين ان في اهتمام من حضرتك تجاهه. بعض ال هنتكلم كده في عجاله مواصفات المرشد الناجح، برضو في يعني تركات يعني دي من خلال الخبره. التكرار بيعلم الشطار. يا جماعه اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي وهم هيشتغلوا ان شاء الله مرشدين انجلش، ان شاء الله هتشتغلوا مع زباين هند. ما تقلقوش يا جماعه لما تشرحوا، او ما تزعلوش لما تشرحوا مين اللي بنى الهرم الأكبر اللي هو خوفو، وتقولوا كلمة خوفو بنى الهرم الأكبر 10 مرات في الدقيقة واحدة، لأن أنتوا هتتسألوا 10 مرات في نفس الدقيقة هو مين اللي بنى الهرم الأكبر، فهتتسألوا كتير، واللي بيسأل كتير معروف إن هم إخواتنا يعني، لأن هم بيبقوا مركزين كتير قوي في حاجات تانية فبيسقطوا. فنرجع لفكرة الثبات الانفعالي. الثبات الانفعالي، الثبات الانفعالي هيسألك أكتر من 10 مرات، وهيسألك وأنت بتشرح، يعني هتقول والله يا جماعة الهرم ده بناه خوفه، هيقول لك مستر مروان هو بيلد ذا جريت بيراميد. حضرتك أنا بقول يا حضرتك أنا بقول أهو يعني اسمعني. أيوة مين بقى اللي بناه؟ طب اسمعني. أيوة مين اللي بناه؟ التكرار يا جماعة مع الهندي مش حرام، والثبات الانفعالي مع الهندي. أن يكون مرنا وصبورا ومبتسما، وكمان مرة الهندي ثم الهندي. استحملوني يا جماعة عشان أنتوا تقدروا تستحملوني. تمام؟ خليك مرن وصبور وابتسم. اقروا يعني أهو. ابتسم، خليك مبتسم دايما مع الهند. في زيارات الخان والمناطق الدينيه، لو انا الزباين اللي معايا رايحين هنزور الخان ومثلا القاهره الاسلاميه او القلعه، انبه عليهم لو هم معايا من اليوم اللي قبلها يا ريت ان الدريس كود او اللبس يكون مناسب لزيارات الاماكن الدينيه. دي حاجه مهمه جدا يعني، برضو معلومة كده على السريع. انتوا بتقولهم بس احتراما للأماكن اللي احنا هنزورها. يا جماعة يا ريت نتعامل بكل ود واحترام مع إخواتنا السياح. يعني للأسف الريفيو ده مش معايا دلوقتي، بس تخيلوا انتوا لما مرشد يقعد عايز يعمل ان هو كوميدي وكده فيقول للسائح اللي معاه يا انت مراتك حلوه قوي انا عايز اتجوزها. نو كومنت.
يعني ده مش صاحبك، وحتى لو صاحبك ما تقولوش كده. يا جماعه يبقى عندنا سنس ان انا مش عشان ابقى كوميدي او احاول ابقى كوميدي ابقى مبتذل. يعني نخلي بالنا من كلامنا. انا النكته اللي انا بقولها بالمصري او القلشه اللي بقولها بالمصري ما ينفعش اترجمها بالانجلش، لان الكالتشر الثقافه بتاعت الغربيين غير ثقافتنا احنا. فهو النكته اللي هيقولها لي او القلشه اللي هيقولها لي انا مش هفهمها لان الثقافه مختلفه. فنخلي بالنا من كلامنا ومن التهريج بتاعنا. احنا اتكلمنا عن النقطه دي، يجب على المرشد السياحي ينمي ويجدد معارفه. يعني انا على سبيل المثال المعلومه الاخرانيه دي اللي انا اسف اخر سطر دون، ان انا كنت بشرح مره ابو الهول قدام يعني للزباين، وقاعد اقول ابو الهول كان كثره الاقاويل ان اللي كسر مناخيره ده كان نابليون، واكتشفنا ان نابليون ملوش اي علاقه بالموضوع، وبتكلم يعني باللي ربنا فتح عليا بيه. بعدها بالظبط بدقيقتين اخت زميله وقفت جنبي وبتشرح للجماعه اللي معاها، تقول لهم طبعا زي ما انتم شايفين مناخير ابو الهول اللي كسرها نابليون. ف يعني فكرة برضو ايه الهبت، لازم ننمي من المعلومات بتاعتك. لازم برضو فكرة اللي جاي من بره ده جاي من غير يعني هو ليه ثقافته ليه ديانته او بدون ديانة. فلازم انا مش هبقى متعصب للعرق او للديانة او للثقافة او لاي حاجه انا منتمي اليها. يا جماعه احنا بنتعامل مع ثقافات مختلفه، كل يوم بنتعامل مع ثقافات مختلفه، ولازم احط ده في اعتباري. فلازم اكون يعني انسان نيوترال، يعني بمعنى ان انا ما بقاش متعصب لشيء، ما بقاش متحيز لشيء. على سبيل المثال كان في زميل ليا عزيز بيشرح في الكرنك، فالزبونه اللي معاه بتقول له ان هي من طايفه بتعبد الالهه سخنت او الربه سخنت، نستخدم اللفظ الصح، ان هي بتعبد الربه سخنت. فهو بالنسبه للناس اللي ان شاء الله هتروح الكرنك في معبد كده صغير بعد بهو القساطين على الشمال، موجود فيه الربه سخنت موجوده والشمس يعني بتشرق على وجهها من فوق وكده. فهو قال لها الله اتفرجي، مش دي الربه اللي انت بتعبديها، انها صنم لا ينفع ولا يضر. وابتدى بقى حضرته بقى ايه بكل اريحيه يحط صباعه في مناخير سخمه التمثال، اهو حطيت صباعي في مناخيرها، حطيت صباعي في ودانها، الربه بتاعتك ما تقدرش تعمل لي حاجه لانها لا تنفع ولا تضر. ها 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 ها. ودي كانت نهايه فرقه عكاشه المسرحيه. طبعا هو ما اشتغلش تاني مع الشركة دي، لأن طبعا هو أخدته يعني الجلالة خلاص، هي الست بتتكلم في موضوع احنا مش لازم بقى يعني نتحيز أو نتعصب، احنا يوم لذيذ عايزين نقضيه مع العميل اللي معانا وخلاص. انت جاي يا سيدي، انت بتعبد بقرة، بتعبد إله معمول من حلاوة المولد، ملناش دعوة. انت جاي تزور، انا الغرض ان انا اخليك تستمتع باليوم بتاعك، لكم دينكم ولي دين، انا ماليش دعوه، مش هتعصب ومش هتعصب، مش هتحيز بديني او هكون ضد دينك، براحتك. انت حتى يعني على سبيل المثال يا جماعه، واحد اثنين راجل وست، مش لازم بقى انا احرجهم واقول لهم انتوا متجوزين؟ عيب، ما ينفعش اسال اسئله شخصيه لناس انا هقضي معاهم مش اكتر 8 ساعات. أنا أكون ودود معهم، لكن ما أكونش يعني إيه انتروسيف، بمعنى إن أنا أتدخل في حياتهم الشخصية. ما ينفعش أسأل واحد وواحدة أنتم متجوزين؟ طب عندكم أولاد؟ طب طب طب، عيب. ودود لكن بدون تدخل في الأمور الشخصية. والله حاجة كده يعني لقيت اتنين رجالة أو اتنين ستات معايا في الرحلة
وواخدين راحتهم مع بعض شويه شويه، اوكي مش لازم بقى يعني اتعصب واتحيز وايه اللي انتوا يعني. هما 8 ساعات يا جماعه بالطول بالعرض هيعدوا، الموضوع يخلص بكل هدوء، هما ليهم ثقافتنا احنا لينا ثقافتنا، واليوم يعدي على خير. برضو رجعنا لتريب ادفايزر تاني، الهبد الكتير في نيو very superficial things، ما كانش يعرف حاجات، told me wrong information، rushed me through everything. والنقطة الأخيرة دي، he even threw his empty water bottle on the ground at the monument when he was done. يعني الأخ الزميل المرشد بيشرب من إزازة المية المعدنية، خلصها وواقف في الهرم أو في سقارة أو whatever. هي كانت بيراميدز ممفيس سقارة، يعني هو سواء كان في الهرم ممفيس وسقارة شرب المية ورماها في الهرم. زيرو. صفر. على رأي رمضان مبروك أبو العالمين. صفر. إيه اللي أنت بتعمله ده؟ يلا كلنا بنتعلم يا جماعة. كلنا بنتعلم. وفي النهاية لا يسعني إلا أنا أشكر الحضور، وأشكر على الأخص كل اللي تشارك معايا على الشات، وبرضو أخص بالشكر موقع زوم، لأن المحاضرة دي كانت المفروض إن هي تستمر 40 دقيقة فقط، فأثناء المحاضرة وفي الدقيقة 30، شكرا يا مريم، في الدقيقة 30 بعتوا لي قالوا لي فشقة بيك يا رمضان احنا هنعمل المحاضره دي ليميتلس، اقعد فيها براحتك. فكتر خيرهم دلوقتي، انا بقالي دلوقتي ساعه وداخل دلوقتي على 24 دقيقه، يعني دبل الوقت، دبل اكتر من دبل الوقت اللي احنا كنا عاملين حسابنا عليه. اشكركم جميعا.